طيب ابو حور اوكي الحق الحق ابو حور يدق الباب الحق يعني ابو حور مازنجر يعني مالك بتجري كده ليه ماني فيه ماني فيه قل لي ما هو فيه قل لي ما هو فيه قل لي ما هو فيه قل لي افتح بس الباب لا 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 ماني فيه ماني فيه ابو محمد عمال تكسر الباب كده ليه ويوم جيت ابغى استخدمها للماكينه من فرضته للبوبينه تخرب بوبينه البويبينه البويبينه دي الببن ويبينه كهرب كهرب ما الكهرب عندنا ما يحتاج كويس مبان رجال نبغى قابله هو بشوف شيء لا ما عندناش اديني سيارتنا مثل وجهه وطي صوتك مثل وجهه وجهه يعني طيب وشه حلو هو انا مديك سياره حلوه قول يلا الله يعطيك العافيه طيب وخير وش اشتريت البسطه كيف شلت لك والله اني ادعي لك والله اني ادعي لك الله كويس يوفقك والله يا سلام انت عشان كويس احل لك المشكله دي بيض الله وجهك بس طب ايه المطلوب دلوقتي باك تجيب لي الرجال لهنا اتفاهم اقدح من راسي في راسك كلام مع بعض ما اتفاهم مع بعض اجيبه لك بيض الله وجهك تعال 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 فعلك ما تعود ان شاء الله تهديني موت ترى ان خسارتي فيه للحين 20000 20000 الخساره فيه للحين ما يشوف رجل 20000 خسران فيه ومشتهرين على ظهري هذا الجمس لون معه سنابن كان هو قد هو اشهر من يومك ابكر انا بعطيك جمس البهبهاني لعب الغبي علي الحرام لو ما الرجال قدامك انا افجر وجهك وما دق لو الرجال هذا ما هو قدامي اطير العمود الفقري حق والله ما عندي في اليدين لكن منعك الله بذا الرجل خلاص تعاملوا مع بعض كذا تعامل مع بعض بالعكس لا تعامل تعامل احنا نتعامل كذا اخو جوزه اخو جوزه اخو جوزه اخو جوزه راسي راسي راسي